مشاهدينا، ينضم إلينا من أربيل عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شروان الدوبرداني. سيد الدوبرداني، أهلا بك معنا. بداية، أحر التعازي لك ولذوي الضحايا، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كثرت حتى الآن الأحاديث عن الأسباب التي وقفت وراء هذا الحريق وهذه المأساة في صالة الأعراس بالحمدانية في محافظة نينوى. أنتم لمن تحملون المسؤولية عما جرى؟ مساء الخير، تحية لك ولمشاهدين قناة الحرة عراق. طبعا أول مرة يعني إن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة للشهداء ضحايا قاعة الهيثم الأعراس. طبعا أيضا قبل قليل أعلنت مجلس الأمن في إقليم كردستان بإلقاء القبض على المالك لقاعة الهيثم المدعو السمير كرومي، وتم تسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية. أيضا قبل قليل أيضا خبر آخر بوفاة أحد المصابين بسبب، ذكر في تقريركم هناك مصابين حالات تصل إلى 90%، يعني عدة أرقام تصلنا. لكن أرجع على سؤالك الأهم، هي الإهمال والتقصير من قبل الجهات المعنية إن كان في المحافظة أو في القضاء أو على مستوى العراق بصورة عامة. هناك جهات متنفذة في محافظة نينوى ومحافظات الأخرى، عدم وجود المعايير السلامة والأمان، عدم وجود منظومة الحرائق التي يجب أن تكون موجودة في معظم الدوائر الحكومية والمدنية وفي المعامل في المصانع وفي القاعات، بنائه على أرض متجاوز أيضا لكونه الجهة أو صاحب المالك مدعوم من جهة متنفذة في المحافظة. الأرض أساسا حسب ما سمعنا أنه متجاوز عليها ليس بشكل غير قانوني، إضافة إلى البناء عن، إحنا بالعراق المعروف عندنا سندويش بانل يعني سريع الاشتعال، إضافة إلى الديكور اللي موجود داخل القاعة والستائر ومادة الفلين في السقف، ما أدى إلى هذه الفاجعة والكارثة بوفاة لحد هذه اللحظة حسب ما تم اتصال مع دائرة الصحة نينوى، ارتفاعي بعد وفاة قبل قليل مواطن آخر إلى 94. طيب سيد شروان، نعم أريد أن أعود معك للنقطة اللي ذكرتها حضرتك بأن تم إلقاء القبض على صاحب هذه القاعة، تم تسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية في بغداد، وهناك مسؤولية يتحملها هؤلاء. ولكن هذا المكان بحسب شهود عيان قدمت فيه ربما 3 شكوات، وأيضا هناك أنباء تتحدث أنه أقيم على أرض تسمى أيضا بالدارجة العراقية بأن أرض تجاوز. كل هذه المخالفات التي سجلت، ألا تحمل المسؤولين أيضا وليس أصحاب القاعة فقط، تحملهم مسؤولية ما جرى؟ لأن كيف يمكن أن تكون قاعة عليها شكاوى ومقامة في أرض فيها تجاوز وباقية وتستقبل وتنظم حفلات؟ نعم، هذا الكلام صحيح. يعني كما كانت مسألة العبارة أيضا هي لشخص، والشخص أيضا مدعوم من أحد الفصائل، وتم تسوية الأمر ولم يحاسب أحد. اليوم يعني اللجنة اللي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية وبانتظار النتائج سوف تذهب حالة حال اللجان الأخرى، عشرات ومئات من اللجان خلال الأعوام السابقة من الحرائق، من التجاوزات، من الانفجارات. يبقى الضحية هو أبناء شعبنا في إن كان في نينوى أو إن كان في محافظات الأخرى. بكل تأكيد المتنفذين أو الجهات المسيطرة والمسؤولين سوف لم يحاسبوا لا ضمن القضاء ولا من ضمن العشائر. سوف يكون الشخص اللي تم اعتقاله من ناحية القانونية يكون هو المتهم الرئيسي الأول في هذه القضية، وفي النهاية سوف تكون تسويات مع العوائل الضحايا بإسقاط الدعاوي والشكوى في المحاكم كما حدث في حادثة العبارة قبل سنوات. هذا الأمر لا شك أنه سيكون محزنا ومؤلما جدا لعوائل
وذوي الضحايا إذا ما علموا بأن الأمور ستسوى كما سويت من قبلها حادثة العبارة. رئيس الوزراء يمنح اللجنة المكلفة بإجراء التحقيقات 72 ساعة. برأيك ماذا بوسع رئيس الوزراء أن يفعل؟ هل يستطيع أن يحمل المسؤولين داخل المحافظة مسؤولية ما جرى؟ لا أعتقد ذلك. يعني سوف يكون تقرير لجنة هي مسألة ألعاب نارية وأطفال يعني يدخلون في باب التقصير أو الإهمال أو القضاء والقدر، ويبقى مسألة البناء والتجاوز، وهناك دوائر معنية في مقامية قضاء الحمدانية هم سوف يتحملون المسؤولية، أو الدفاع المدني كيفية الموافقة على هذه القاعة أو البلدية أو الجهات المختصة، فمن سوف يتحمل بالأساس هم داخل القضاء الحمدانية من الحكومة المحلية من السيد القائم مقام والنزول إلى مدراء الدوائر. يعني يجب أن يكون هناك كشف موقعي لغرض إعطاء إجازة رسمية لبناء قاعة ولبناء أي مشروع آخر على الأراضي الموجودة. سوف التحقيق تظهر، لكن في النهاية أنا متأكد حال البقية اللجان الأخرى يوميا نسمع عن اللجان إذا كان في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، لكن إلى هذا اليوم لم نسمع أو نشاهد أو يخرج الحكومة أو حتى القضاء للشعب العراقي بنتائج اللجان أو من تم محاسبته. ودليل على ذلك نذكر سرقة القرن 2,500,000,000 دولار. طيب. ولحد الآن يسرح ويمرح ويسافر إلى الخارج ولم وذهبت فلوس العراقيين إلى الخارج. حضرتك ترى وتراقب ردود الفعل المحلية والدولية وجهات متعددة حول هذه الحادثة الأليمة، تقول حضرتك بأنك متأكد بأنها ستمر كما مرت القضايا في السابق، قضايا لا تقل أهمية عن هذه القضية، ولكن حضرتك نائب عن محافظة نينوى في مجلس النواب، وبالتالي ماذا بوسعكم أن تفعلون إذا كانت الحقيقة بهذا الشكل الذي تصوره لنا بأن لا حساب للمتورطين بهذه الحادثة؟ سيدي الكريم، احتلال محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وسقوط ثلث العراق بيد داعش الإرهابي وتشكيل اللجان، ونعلم جميعنا الذي كانوا مسببين بسقوط ثلث العراق وانسحاب الجيش العراقي وعشرات الآلاف من الشهداء ومن الضحايا ومن المفقودين لحد هذه اللحظة، إضافة إلى المغيبين، أين تلك اللجان وأين تم تكريم بعض القادة من كانوا سببا في انسحاب الجيش أو في مسألة احتلال محافظة نينوى؟ أليس تلك كانت أكبر، وكانت العراق على لحظات من سقوط بغداد أيضا وآلاف من الشهداء وثلاث سنوات من الاحتلال، أين المسببين في سقوط محافظة نينوى ومحافظات المحافظات الأخرى؟ بكل تأكيد الشعب العراقي، وحتى الأحداث تتصارع إن كان في العراق أو في دول المنطقة، سوف الأخبار تكون هذه 72 ساعة واليوم ويوم غد أيضا باستمرار تنقل جميع الأخبار، لكن من خلال أحداث سوف تترك هذه القضية وتنسى هذه القضية. وأيضا لا ننسى بأن أمامنا في الأشهر القادمة انتخابات لمجالس المحافظة. طيب، وحتى لا تنسى هذه القضية سيد شروان، ما تقوله مهم وخطير بنفس الوقت في الحقيقة. يعني حضرتك نائب للمرة الثانية، أنا فقط أشير إلى هذه النقطة، وحتى لا تنسى هذه القضية، وهناك تجربة في العراق للمرور على قضايا مثل ما قلت ربما تكون أكبر، كيف يمكن لكم أن تفعلوا على الأرض شيء حتى لا تنسى هذه القضية؟ ما هي الأدوات التي ستقومون بها حتى لا يتم عبور هذه المسألة وإعطائها للجان وبعد ذلك تسوف النتائج وتنسى في نهاية المطاف؟ احنا راح نتابع مع اللجنة التحقيقية إجراءاتهم، واللجنة مكلفة من عند جهات أمنية مختصة في حريق قاعة الأعراس،
أكيد سوف نكون تعاون مع القضاء في محافظة نينوى لغرض متابعة وعدم التسييس أو الذهاب إلى مسألة الضغوطات يكون سياسية وغير سياسية. لدينا معلومات كثيرة، لا أريد أن نتكلم اليوم في الإعلام عن المعلومات التي لدينا، لكن نحن قبل قليل كنا في قضاء الحمدانية مع السيد نوزاد هادي ممثل فخامة الرئيس مسعود بارزاني لمشاركة مراسيم تشييع ودفن ضحايا حريق قاعة الحمدانية. طبعا اليوم تم دفن حوالي 57، هناك عشرات لا تزال مفقودين. سيد شروان تتحدث أن لديك معلومات لا تستطيع الحديث عن هذه المعلومات الآن، هل تتعلق هذه المعلومات بالجهات التي تقف، يعني الجهات المتنفذة التي سمحت ببناء أو التصريح ببناء مثل هذه القاعات؟ لا أفهم طبيعة هذه المعلومات. يعني نعم هو صحيح، يعني كيفية، يعني اليوم المواطن لا يستطيع أن يبني مترا واحدا تجاوز على أراضي الدولة. يعني الجهة التي لديها فصيل مسلح التي تدعم وهي صاحبة المشروع وصاحبة هذه القاعة، كما من خلال هذا اليومين نسمع من المواطنين ومن أهالي قضاء الحمدانية. لكن يجب أن نتأكد بالأول 100%، وثم يكون لنا كلام آخر من خلال القضاء والتعاون مع اللجنة المختصة عدم إهمال هذه القضية واهتمام كما صارت في السابق مع مسألة العبارة. والجميع على أبناء نينوى، كانت أيضا هناك فصيل مسلح في نينوى هي من استولت على هذه المشروع وهي من كانت تدير هذه المشروع إلى أن وقعت الكارثة. اليوم بنفس الحال، هناك مكاتب اقتصادية وهناك فصائل مسلحة وهناك ميليشيات أيضا تسيطر وتهيمن على كثير من خيرات محافظة نينوى ومن أراضي محافظة نينوى وبناء وتجاوزات. أكيد هذا سوف يكون لنا في المستقبل القريب متابعة حقيقية، لكن أيضا هناك ضغوطات، هناك تخوف من قبل المواطنين التكلم على الإعلام أو التكلم معنا وإعطاء الحقيقة والصورة الحقيقية لداخل محافظة نينوى أو في الأغذية والنواحي. هناك صراعات كبيرة خاصة في منطقة الحمدانية وبرطلة وبعشيقة وتلكيف من قبل تلك الفصائل والهيمنة على الأراضي وعلى المشاريع اللي موجودة. شروان الدوبرداني عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى ضيفي من أربيل، شكرا لك.